أول حاجة أنا نحيي المرأة الفلاحة والفلاحين الكل، وأنا البرنامج إن شاء الله في قادم الأيام باش نعملوا على تنظيم قطاع الصيد البحري. نحبوا نعاونوا البحارة اللي احنا كي نمشيو ناخذوا كهرباء على زينج يعطيونا قرض، ولكن البحارة يلقاو صعوبات كبيرة، ما نجموش ياخذوا شقف، ما نجموش يمولوهم، ما نجموش ياخذوا قروض. احنا ان شاء الله نعاونوهم على احداث آلية تمكنهم من القروض ان شاء الله، باش ينجموا يبعثوا مشاريع نتاعهم وان شاء الله يدخلوا معناتها مصادر الرزق نتاعهم، خاطر البحاره ما عندهم حتى قطاع، قطاعهم مهمش. اثنين، سنعمل ان شاء الله على انشاء بنك وطني للشباب لدفع المبادرات الشبابيه، ان شاء الله زيدا يكون يساهم في انشاء مراكز تكوين مهني على المعتمديات، باش شبابنا ووليداتنا في الجهات ما يقعدوش ديما يتكبدوا مشاكل السفر باش يمشيوا للولايات مثلا على غرار قرقنا، فيها مركز تكوين مهني نحبوا نعملوا في الارياف نتاعنا، الحنشاش، بنيانة، العامره، مركز منزل شاكر، بير علي بن خليفه، ان شاء الله ربي يوفقنا.